بدايتكم بقى جت ازاي مع كرة القدم الشاطئية، واشمعنى كرة القدم الشاطئية؟ يعني عادة الناس اللي بتحب تلعب كورة غالبا ما بتحب تلعب الكورة بشكلها الكلاسيكي المعهود، ايه اللي وداكم لكرة القدم الشاطئية؟ هو احنا حضرتك يعني بداية الكرة الشاطئية، اكمل على كلام هيثم، احنا كرة شاطئية من 2005 2006 بدأت، بس يعني الكره الشاطئيه في مصر مش واخده اهتمامها خالص. هي كده بدات متاخر نسبيا مقارنه بدول ثانيه. طبعا طبعا طبعا. اللي عايز اقول لحضرتك اللعبه دي بره مصر في حته ثانيه خالص، يعني حتى عندي في الدول العربيه اللعبه واخده اهتمام رهيب، اهتمام رهيب جدا، جماهيريه عظيمه. احنا لعبنا 5 كاس عالم قارات في دبي، طبعا ما حدش في مصر يعرف عننا حاجه، احنا واخدين مرتين رابع في كاس عالم قارات، واخدين برونزيه في دوره العاب اولمبيه بحر ابيض متوسط، واخدين فضيه في ايطاليا بسكارا، برضو ما حدش يعرف عننا حاجه. الحمد لله لسه صاعدين كاس عالم اول مره في التاريخ من 17 سنه اللعبه، بقى لها 17 سنه في مصر اول مره نصعد كاس عالم، الحمد لله ربنا كرمنا. بعد كده رجعنا من صعودنا لكاس العالم ربنا كرمنا بطل العرب بفضل الله. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني زي ما بيقول كده بننحت في الصخر، اللي هو حضرتك ما فيش دوري، يعني جهود رهيبه رهيبه ان احنا نعمل الانجازات دي كلها بفضل من ربنا علينا. طبعا بنحمد ربنا على التوفيق. في سكارا مدينه جميله طبعا. حاجه زي المعموره زمان، يعني هو اقرب يمكن للمعموره والمنتزه زمان. جميله، تحس فعلا ان هي حاجه كده فاني، يعني حاجه بس بصراحه الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله وشكر لله. احنا بس الموضوع كله ان احنا ما عندناش دوري، فهو ده اللي مصعب الموضوع، ان احنا لعيبه بنجيبها، يعني الجهاز الفني طبعا بنشكره على المجهود اللي بيعمله، بيجيب لعيبه من الملعب ال11 ولعيبه من الملعب من الدوري الخماسي كره قدم الصالات، وبيبدا يدمج بين اللعيبه ديت، بعدين بنعمل يعني. بالظبط كده. وبعدين تبص لحضرتك بقى ايه، عايز تشتغل تكتيك، وعايز تشتغل احساس الرمله، وعايز تتاقلم على الرمله، فهو الموضوع بالظبط كده. بس الحمد لله يعني مع الممارسه ومع الخبرات، احنا الحمد لله انا ليا 10 سنين في منتخب مصر كره شاطئيه بفضل الله الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله.